نذهب مباشرة إلى ذي قار وينضم إلينا من هناك مراسلنا سلامة السرهي. سلامة مساء الخير. يعني حسب ما قلت أن المتظاهرين يسيطرون الآن على مبنى المحافظة ويعزلون الحكومة المحلية، صف لنا الأوضاع والأمور لديك، تفضل. نعم، مساء الأنوار عالية زميلي وعلى المشاهدين الكرام. بكل تأكيد طبعا نحن قريبين الآن على المتظاهرين. طبعا بكل تأكيد يعني ما شاهدناه الآن المتظاهرين يسيطرون الآن على مبنى محافظة ذي قار بشكل كامل ويعلنون عزل الحكومة المحلية في المحافظة. أعداد من المتظاهرين الآن وصلوا بأعداد كبيرة إلى الشارع القريب من مبنى ديوان محافظة ذي قار والذي يسيطر عليه أنصار التيار الصدري. الآن طبعا حشود تتوجه إلى مركز مدينة الناصرية وبالتحديد بالقرب من مبنى ديوان محافظة ذي قار، وذلك بعد التظاهرات التي انطلقت في العاصمة بغداد. طبعا هذه التظاهرة يجري الآن لها التحشيد من قبل التيار الصدري بالتوجه إلى المباني الحكومية والدوائر الحكومية لغرض السيطرة عليها وإعلان العصيان المدني. حاليا يتم إغلاق مبنى ديوان محافظة ذي قار، أما بقية الدوائر الأخرى فبانتظار التوجيهات وبانتظار أيضا ما يحدث في خلال الدقائق المقبلة. نعم. طيب، دور القوات الأمنية في التعاطي مع هذه التظاهرات وإغلاق المتظاهرين لمبنى المحافظة وعزل الحكومة المحلية؟ يعني كان القوات الأمنية بكل تأكيد، طبعا مبنى ديوان محافظة ذي قار محاط بالقوات الأمنية من الشرطة المحلية وكذلك بأعداد من قوات الجيش التي تؤمن مبنى ديوان المحافظة. لم تتدخل القوات الأمنية المرابطة على ديوان محافظة ذي قار، وذلك يعني بعد اقتحام التيار الصدري. هنالك أنصار كثيرون هم أن قاموا باقتحام المبنى والدخول إليه بكل سلمية، ولم يحدث هنالك أي تشاجر أو أي خلاف مع القوات الأمنية، ولم تتدخل القوات الأمنية، بل تقف الآن بموقف الحياد ولم يكن لها أي دور في عملية إبعاد المتظاهرين عن مبنى محافظة ذي قار. طيب، كيف فهم يعني أنصار التيار الصدري لقرار السيد مقتدى الصدر الانسحاب، وكذلك يعني الآن من أين يتلقون الأوامر؟ يعني بحسب المعنيين والأشخاص الذي تحدثت معهم أنهم يعني الآن بدون أي أوامر يتلقونها، وإنما هو إحساسهم بالمسؤولية وإحساسهم بالوطنية، وأنهم الآن يعتبرون أن السيد مقتدى الصدر بقى وحيدا، وبذلك هم الآن يقومون بمساندة الصدر، وذلك يعطون رسالة للجميع بأن الصدر لم يكن وحيدا، وهذه الأنصار هي تأتي طبعا لتثبيت موقف الصدر من العملية السياسية بعد انسحابه، وكذلك أيضا إظهار قوتهم بالشارع للقوى السياسية الأخرى. وبذلك هم الآن يعني يعطون رسالة جدا كبيرة بأنهم الآن هم المسيطرين الوحيدين على الشارع في كافة أنحاء العراق. وبذلك يعني خلال لربما أقل من 20 دقيقة حشد الصدريون في مدينة الناصرية أنصارهم، وتم السيطرة على مبنى الحكومة المحلية في محافظة ذي قار، ما هي إلا دقائق معدودة، وتم طبعا السيطرة على هذا المبنى وكذلك التلويح بالسيطرة على المباني الحكومية الأخرى. الشوارع الآن القريبة من مبنى ديوان المحافظة أيضا بها كثير من المتظاهرون، وهنالك تحشيد من الأقضية والنواحي إلى التوجه، وأيضا هنالك يعني مقربين من التيار الصدري وناشطين بالتيار الصدري يدعون إلى طبعا إغلاق المباني الحكومية المحلية في الأقضية والنواحي لما تستطيع التوجه إلى مدينة الناصرية أو إلى العاصمة بغداد. هل هناك سلامة يعني ربما تواصل بين متظاهري الناصرية مع بقية المحافظات أو مع بغداد، وهل يمكن أن يلتحق يعني متظاهرون الناصرية بمتظاهري المنطقة الخضراء في بغداد؟ اتصال مباشر مع المتظاهرين في العاصمة بغداد مع المتظاهرين في مدينة الناصرية بعد إعلان عمليات المشتركة حظر التجوال داخل مدينة بغداد. أصبح التوجيه إلى أن المتظاهرين يتوجهون إلى مباني الحكومية المحلية في المحافظات الجنوبية بعد عدم قدرتهم، لربما هنالك تحدث مشاكل أمنية من خلال التوجه. البعض منهم كان ينوي التوجه إلى العاصمة بغداد، ولربما تكون هنالك أعداد غفيرة هي
مستعدة لتوجه العاصمة بغداد، ولكن التوجيهات التي أتت من المتظاهرين في بغداد إلى المحافظات ومنها ديقار بأن يبقوا بمحافظتهم وسيطر على الحكومة المحلية، وكذلك يعني كما هو فعلوا في بغداد الآن هم يسيطرون على القصر الحكومي وقصر اجتماعات الوزراء، هم الآن يسيطرون على مبنى الحكومة المحلية، وبذلك هي خطة جديدة من أنصار التيار الصدري لشل الحركة الحكومية تماما في البلاد. نعم، سلامة سرهيد مراسلنا من ديقار، شكرا جزيلا لك.